دعا سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات إلى عدم الالتفات لأي شائعات تهدف للتأثير على سير العملية الانتخابية. وحث الوزير الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع مؤكدا على ضرورة استيفاء المعلومات بشأن الانتخابات من مصادرها الرسمية. لله الحمد، اليوم في الساعة 6 صباحا تحركت جميع مواكب الخاصة بالسادة القضاة ويحملون معهم أوراق الاقتراع إلى جميع مراكز الاقتراع، وتم وصول المراكز قبل الساعة 7، وتم فتح جميع الصناديق أمام المراقبين المحليين من الجمعيات الرقابة المحلية وعرضها على المرشحين الموجودين داخل القاعة، وبعد ذلك تم قفل هذه الصناديق وتجهيزها لاستقبال الناخبين في الساعة 8 صباحا. لله الحمد هناك كانت كثافة وحشود كثيرة من الناخبين البحرينيين الذين حرصوا على مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري، ولله الحمد ما زالت العملية الانتخابية تسير بسلاسة، ونشكر المواطنين البحرينيين على التزامهم في الطوابير وحرصهم على مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري. لله الحمد لم ترد إلينا أي مخالفات أو جرائم انتخابية إلى هذه اللحظة، وكل القضاة قائمون على عملهم على أكمل وجه. نحن نراهن على وعي المواطن البحريني في حقه الدستوري الذي أرسخه سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبدعم مساندة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحريصون البحرينيون على مشاركتهم في هذا الاستحقاق ومشاركتهم في الانتخابات النيابية والبلدية في سرية وحرية. لله الحمد أغلب المشاركين إلى الآن من الشباب، وهناك عدد كبير من المشاركات الناخبات من المرأة، وما نعتز به بأن هذه المرة هو ضعف عدد المرشحات في انتخابات 2018، مما يعزز ثقة المواطنين البحرينيين في المرأة البحرينية في دخولها تحت قبة البرلمان.